ما عملت شيء ممكن انه اكسر ثقتك فيني. استاذ انا ما عملت اي شيء. راهول خلاص. مدام انا ما عملت اي شيء. مدام مدام رجاء وثقي فيني، انا ما عملت اي شيء. مدام لو سمحتي. حضرة المفتش لازم تعتقليه هلأ. رامسينج اعتقله يلا. استاذ استاذ فياس انا ما عملت اي شيء. ما عملت اي شيء. مدام مدام فياس استاذ انا ما عملت شيء. صدوني. انا كنت متأكد انه ما في حدا من عيلة فياس بيعملها. نحنا مستحيل نعمل هيك شيء سيء. وهلأ بما انه المسك المجرم ما حدا رح يناقش هذا الموضوع بهذا البيت من بكرة. ما بدي اسمع عنه شيء، لا بالصالون ولا حتى بغرف نومكن. نارين، لما اللي بيحبوك بيخدعوك هالشي كتير بيوجع. نارين بس ميغنا أكيد رح تبلش حياة جديدة من اليوم، وإذا بدنا إياها تعيش حياة طبيعية لازم نكون جنبها، ولازم كمان نكون طبيعيين قدامها وبالتعامل معها. يا نارين صحيح التحضيرات انعملت؟ إيه، راهول وسوربي رح يجيبوا ميغنا بعد شوي. راهول ليش هيك عم تعاملوني معاملة خاصة؟ كان فيني اجي لحالي، بس لتكون انت عم تعمل فيني مقلب. راهول انت ليش عم تزعجها؟ ليش ما عم بتقول لها شيء؟ هاي مفاجأة، خليها مفاجأة. ايه تماما. وهلأ لا تسألينا شو هي المفاجأة، لأنه في شخص ثاني هو يلي رح يخبرك ياها. من اليوم ما رح تحملي العصا للمساعدة أبدا. في حدا تاني بده يكون عيونك كل حياته وما رح يتركك أبدا. تعال. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.